بالنسبه خويا الحرفه هذه الحرفه خويا صعيبه شويه، ولكن انسان كي تيجي يطاول على هذه الحرفه هذه عاد يجي ياخذ الماكينه وتيدير راسو بان راهو حريفي راه ما حريفي ما والو، تيتعدى على الناس فهمتي. وبالنسبه خويا الاشمنه ديال كل موس والثمن ديالو بالنسبه للموزل الذبيحه عندك بادي من 8 دراهم ياك ومتوسط 5 دراهم. بالنسبه لي انا يا خويا الحرفه ديالي هذه فهمتي من نيامة الوالد الله يرحمه وانا تنخدم راه هي دابا شي 25 عام وانا في الحرفه هذه. اللي خلاني خويا نزاول الحرفه هذه على حساب الوالد ديالي تنشوفو كيفاش كان تيخدم هو الحرفه ديالو حداد، ومن العام لعام تيدير هاد الحرفه ديال التمضي ديال الماس، وبقيت معاه من الصغر ديالي حتى وليت ندير فيه. هاديك شي 12 عام وكا 12 عام تبارك الله ومن تما انت كدير. وبالنسبه للمعدات شنو كتطلب هاد مثلا هاد المعدات هاد الخدمه هادي يعني المعدات كتطلب؟ المعدات اخويا الماكينه صافي هو المبارد ديال التمر يا صاحبي ماشي شي حاجه اللي بالنسبه للضوء يعني ملي كتاخذ الضوء من المنزل ديالي لا ما عندي لا محل لا تعطي الموعد ديالهم الورقه ديالهم التيكي ديالهم على حسب الوقت ساعه ساعتين تيجي تلقى الماس ديالو واجد. واخا بزاف يعني ديال الناس كيقولوا كنديو الماس ديالنا مثلا لشي بلايص ولكن ما كيتوضاوش مزيان حيت اخويا ماشي حريفيه فهمتي، هادوك باغيين على الفلوس ما تعرفوش المسؤوليه ديال هادشي لان المسؤوليه هي الاولاد. شوف انسان الفلوس ديالها اخويا اللي بغى يدير هذه الحرفه هذه انسان يخدم المعقول، المعقول هو الاول عادي يشوف حيت هادشي مسؤوليه راه اضحيه فهمتي، باش تعذب البهيمه راه تبقى لك مسؤوليه لك انت، انسان تعطيك واحد التقليد فهمتي، مهما تجيب لك الموز باش تمضى راه تقليد عليك فهمتي الاخ. هادشي باش نوصل للناس اللي بغى يدير هاد المهنه، مهنه شريفه ولكن انسان يتقى الله في العباد. الاجواء العيد الحمد لله بخير وهذاك الشيء على حسب كل عام ورزقه كما تيقولوا. بالنسبه لك يعني انت كيفاش هذا العام هذا كتشوف على العام هذا؟ هذا العام هذا شويه صعيب شويه اشمينا شويه طالع يعني لا في بارت الناس بقيناهم مازال ما قبيناش بحال الساعه دابا على الفرق ما بين العام اللي فات وهذا جي شي 12 ريال زيد في الحوالي هذا العام هذا تقريبا زيده اللي كانت تساوي 40 ولا دابا 52 هادشي اللي دابا اللي واقع والحمد لله اخويا فهمتي. دابا الحرفه ديالي اصليه انا خدام كوردوني فهمتي، انسان ملي تيريح هذاك الكونجي ديالو قرب العيد انسان تيعاود يعاون راسو شويه هذا شي هذا ما كانش. رساله اخيره مثلا الخطوره ديالهم الانسان مثلا ما كيبغيش مثلا يخدم عقله ولا كيبغيش شنو تبغي تقول لي مثلا؟ وانسان ياخذ الحيطه والحذر فهمتي يا خويا، هذا ما كان انسان راه خدام و تيدور عينيه هنا وهنا باش يتفادى المشاكل، حيت راه المسؤوليه كامله تيبقى لك انت، لا مشى شي واحد تهز لك عار موس وضرب به شي واحد راه ما تعرف راه لا هذاك اللي خدام ولا هذاك اللي ضرب جوج هذا الشيء اللي كاين. إلى عجبكم الفيديو ما تنساوش الاشتراك والضغط على الجرس باش يوصلكم الجديد.